السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المعلمة آيات أبو سعدة، معلمة اللغة العربية للصف الثامن من رياض ومدارس جامعة الزرقاء ثانوية البنات. الآن عزيزاتي الطالبات، إن شاء الله سنبدأ معا بوحدة جديدة من وحدات كتاب اللغة العربية، الوحدة بعنوان في ذكرى الاستقلال. وهذا الدرس من هذه الوحدة عزيزات الطالبات درس سهل ويعني من الواقع، ويتحدث عن الانتماء للوطن والانتماء للملك والانتماء للإنسانية بشكل عام. هذا الدرس بعنوان من خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم. الآن عزيزتي الطالبة، اعلمي بأن هذا الدرس ينتمي إلى الفن الأدبي، فن الخطابة، فن الخطابة. الآن في هذا الدرس سنتحدث، في هذا الخطاب ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بمناسبة العيد 60 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية في قصر زهران العامر، مهنئا الشعب بيوم الاستقلال، مؤكدا أن الاستقلال حالة من العطاء المتجدد والبناء والاعتماد على الذات. وتناول جلالته في خطابه جملة من القضايا المهمة والتحديات التي تواجه الأردن والأمة العربية والإسلامية، وتحدث أيضا عن نشأة الوطن على مبادئ الثورة العربية الكبرى، وعن شعار الأردن أولا ومفهومه، وعن الوحدة الوطنية والقضية الفلسطينية وغيرها. الآن عزيزات الطالبات، بعدما تعلمنا جو النص وعرفنا ماذا سنتناول في هذا الدرس، وعلمت بأن هذا الدرس ينتمي إلى فن الخطابة، دعينا نأتي معا إلى الفقرة الأولى والثانية من فقرات هذا الدرس. سأقرأ أولا من خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بمناسبة العيد 60 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي الأعزاء، هذا اليوم يوم مبارك وعزيز على قلب كل أردني وأردنية من أبناء وأحفاد الرعيل الأول الذين قدموا التضحيات الكبيرة من أجل استقلال الوطن وتحرير إرادة الإنسان الأردني. وفي هذا اليوم من حقنا ومن واجبنا أن نذكر بالفخر والاعتزاز الآباء والأجداد من الرعيل الأول والمؤسسين والرواد منذ الجد المؤسس وحتى اليوم، الذين ساهموا في بناء هذا الوطن بالرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي عاشها طيلة الستين سنة الماضية، وبالرغم من قلة الموارد والإمكانيات. الآن عزيزتي الطالبة، بدأ جلالة الملك هذا الخطاب. من أهم السمات التي تمتاز بها فن الخطابة البدء بالبسملة. لهذا نلاحظ بأن يعني الخطاب الذي يقوله الإمام في خطب الجمعة تكون أيضا دائما ما تبدأ بالبسملة، وتبدأ بالموضوع الرئيسي الذي يود تناوله. الآن في هذا الخطاب كما ذكرنا، بدأ جلالة الملك بالبسملة، بدأ أيضا إلى الفئة التي يود التحدث معها، وهي إخواني وأخواتي الأعزاء من أبناء هذا الوطن. بدأ عزيزتي الطالبة بأن بمباركة هذا اليوم، يبارك جلالة الملك يوم الاستقلال لأنه يوم عزيز على قلب كل أردني وأردني وأردنية من أبناء وأحفاد الرعيل الأول. الآن سنأتي إلى المعاني. الرعيل الأول تعني الجماعة القليلة من الرجال، وهم البناء الأوائل. الرعيل الأول تعني الجيل القديم، الجيل الأول، الجيل الذي بنوا الأوائل، بنوا هذا الوطن. الآن
قاموا هؤلاء أحفاد الرعيل الأول قدموا التضحيات الكبيرة من أجل استقلال الوطن. نرى في الماضي أمثلة تضرب على أروع التضحيات من أجل الوطن واستقلاله وتحرير إرادة الإنسان الأردني. الآن الرواد تعني السابقون. سؤال: لما عد جلالة الملك يوم الاستقلال يوما مباركا؟ لأنه اليوم الذي تحرر به إرادة الإنسان الأردني واستقلال الأردن أو استقلال الوطن، لهذا عد جلالة الملك يوم الاستقلال يوما مباركا. الآن من هو الجد المؤسس عندما قال في هذا اليوم: من حقنا ومن واجبنا أن نذكر بالفخر والاعتزاز الآباء والأجداد من الرعيل الأول والمؤسسين الرواد منذ الجد المؤسس؟ منذ الجد المؤسس هو عبد الله الأول بن الحسين. عبد الله الأول بن الحسين عزيزات الطالبات كان قائد عظيم، قاد الوطن وقاد أبناء الشعب وقدم التضحيات من أجل وطنه، وأيضا كان ملكا يعني بمعنى الكلمة. هذا الملك الجد المؤسس الذي قام بتأسيس إمارة شرق الأردن، وأيضا عزيزات الطالبات قدم الكثير من أجل هذا الوطن، وحتى اليوم الذين ساهموا في بناء هذا الوطن بالرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي عاشها طيلة 60 سنة الماضية، وبالرغم من قلة الموارد والإمكانيات. نحن نعلم بأن الأردن بلد يعني قليل الموارد قليل الإمكانيات، لو لاحظنا بأن هذا الوطن بالرغم من قلة الموارد والإمكانيات، دعونا يعني نضرب هذا المثل في الوقت الحالي في الوقت المعاصر. لاحظي بأن الأردن يعني يوجد به تحديات وظروف صعبة، أمراض في الوقت الحاضر، لكن بالرغم من قلة الموارد والإمكانيات إلا أن هذا الوطن صامد بإرادة الشعب وإرادة أيضا الناس المسؤولين في هذا الوطن. إذا من هو الجد المؤسس؟ هو الملك عبد الله الأول بن الحسين. الآن سؤال: حين نذكر الآباء والأجداد من الرعيل الأول نشعر بالفخر والاعتزاز، فسري لي لماذا نشعر بالفخر والاعتزاز؟ لأنهم ساهموا في بناء هذا الوطن بالرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي عاشها طيلة 60 سنة الماضية، وأيضا بالرغم من قلة الموارد والإمكانيات، لهذا نشعر بالفخر، نشعر بالاعتزاز لما قدموه من الوطن بالرغم من أنهم كانوا لا يملكون الموارد والإمكانيات الكثيرة. الآن الفكرة الرئيسة مباركة يوم الاستقلال في الفقرة الأولى والثانية بسبب التضحيات لاستقلال الوطن، وأيضا الفخر بالآباء والأجداد بالرغم من قلة الموارد كما ذكرنا. الآن لدينا بعض القضايا اللغوية. بدل، كما ذكرنا البدل هو اسم معرف بالتعريف، يأتي بعد اسم إشارة، وهذا البدل يسمى بدل مطابق وهو أسهل أنواع البدل. إذن بدل اليوم اسم فاعل لفعل غير ثلاثي، بما أني قلت لك غير ثلاثي إذا سيبدأ بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. كلمة المؤسسين، أسس فهو مؤسس، المؤسسين أو المؤسس. الآن سننتقل معا إلى الفقرة الثالثة، سأكمل القراءة. وفي هذه المناسبة العزيزة والغالية أتوجه بالتهنئة والمباركة وبتحية الاعتزاز والتقدير لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد، في البادية والقرى والمخيمات والمدن، والتحية الخاصة لأبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين نذروا دماءهم وأرواحهم للدفاع عن هذا الوطن وحماية استقلاله ومسيرته وإنجازاته. الآن المعاني: نذروا تعني وهبوا وقدموا التضحيات. الآن سؤال: لمن توجه جلالة الملك بالتهنئة في هذه المناسبة؟
طبعا لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد، في البادية والقرى والمخيمات والمدن، وخاصة بهذه التهنئة القوات المسلحة الباسلة العظيمة والأجهزة الأمنية الذين نذروا دمائهم وأرواحهم للدفاع عن هذا الوطن وحماية استقلاله ومسيرته وإنجازاته. يعني الأجهزة الأمنية، القوات المسلحة، ما زالوا يضربون أمثل وأكبر الصور حتى في الوقت الحاضر والوقت المعاصر الذي نمر به. فتحية أيضا لنا لهذه القوات وهذه المؤسسة العظيمة الرائدة. الفكرة الرئيسة التهنئة بمناسبة الاستقلال. إذا في الفقرة الثالثة فقط كان يود جلالة الملك التهنئة بمناسبة يوم الاستقلال. سنأتي معا إلى الفقرة الرابعة والخامسة. والاستقلال ليس مجرد مناسبة نحتفل بها في يوم من السنة، وإنما هو حالة مستمرة من العطاء والبناء والاعتماد على الذات لتعزيز الاستقلال وبناء المستقبل الذي يليق بأهل العزم والإرادة من الأردنيين الأحرار. وهذا المستقبل ليس مسؤولية شخص أو مجموعة من أبناء هذا الوطن، وإنما مسؤولية الجميع، كل واحد من الموقع الذي هو فيه، العامل والمزارع والموظف والطالب والجندي والأم التي تربي أبناءها على الانتماء ومحبة هذا الوطن. الآن الفقرة الرابعة والخامسة لدينا سؤال: ماذا يعني الاستقلال؟ الاستقلال كما ورد في الفقرة الرابعة ليس مجرد مناسبة نحتفل بها في يوم من السنة، إنما هو حالة مستمرة من العطاء. الاستقلال حالة مستمرة من العطاء والبناء والاعتماد على الذات لتعزيز الاستقلال وبناء الوطن. إذا الاستقلال هو حالة مستمرة من العطاء والبناء والاعتماد على الذات. مستقبل الأردن مسؤوليتنا جميعا. وضحي، نعم، مستقبل الأردن مسؤولية الجميع، مسؤولية الطالب، المعلم، الأم، كل واحد من الموقع الذي هو فيه. إذا مسؤوليتنا جميعا، كل واحد من الموقع الذي هو فيه. يعني الأم مسؤوليتها لأبنائها، الجندي مسؤولية الوطن، المعلم مسؤوليته تلاميذه، الطالب مسؤوليته الدراسة أيضا. الفكرة الرئيسة تعريف الاستقلال ووضع مستقبل الأردن بين يدي الجميع. الآن لدينا بعض القضايا اللغوية: مصدر صريح، استقلال، بدل، الوطن. الآن عزيزتي الطالبة سنقف هنا وننهي هذه الفقرات لتقومي أنت بمراجعة هذه المعلومات التي وردت في هذا الفيديو، وسنكمل إن شاء الله هذا الدرس في فيديو آخر وحصة أخرى. بالتوفيق لك، قومي رجاء بمراجعة المعلومات التي وردت في هذا الفيديو وتدوينها لديك وحفظها والتركيز فيها وفهمها. بالتوفيق لك عزيزي.